في حلقة اليوم سنتحدث عن اسم المسيح. أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على مدينة القدس أورشليم، أريد أن أتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، أسماء المسيح. سوف نعرف عن هذا الاسم ولاسيما من سفر أعمال الرسل أمور عظيمة حدثت بقوة هذا الاسم، أمور خارقة. سوف ندرس عن هذا الموضوع بعد قليل. أنا موجود على جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح. من هذا المكان صعد المسيح إلى السماء، ومن هذا المكان أيضاً أعطى مأمورية عظمى للتلاميذ أن يكون له شهود من أورشليم إلى أقصى الأرض. هذا الجبل مثل ما ذكرت يطل على مدينة القدس. تستطيع أن ترى من الجهة الأخرى كنيسة يسوع الباكي، هذا المكان وقف المسيح بكى ورث أورشليم، وتنبأ أيضاً عن خراب المدينة، وتم خراب مدينة أورشليم في سنة 70 ميلادي. اللي بيفصل جبل الزيتون عن البلد القديمة وادي قدرون العظيم. هذا الوادي أحبائي يطل على الجهة الأخرى أيضاً، بتشوف أسوار أورشليم، البوابة الشرقية أو البوابة الذهبية. تستطيع أن ترى البلدة القديمة مع الكنيسة القيامة. في أسفل هذا الوادي تستطيع أن ترى بستان جتسماني أو الجسمانية، تعني معصرة زيت. في هذا المكان صلى المسيح، في هذا المكان خان يهوذا المسيح، ومن هذا المكان ألقي القبض على المسيح وأخذوه ليحاكم في بيت قيافة أو في قصر قيافة من الجهة الأخرى على جبل صهيون. وطبعا التلاميذ امتلأوا من الروح القدس فعلية صهيون على جبل صهيون من الجهة الأخرى. أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع الهام، أسماء المسيح، بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود أمام كنيسة الجسمانية، هذه الكنيسة بنيت فوق بستان جتسماني، المنطقة تسمى معصرة زيت. في هذا المكان جاء المسيح وصلى، في هذا المكان ألقي القبض على المسيح وصار إلى وادي قدرون ليحاكم أمام قيافة. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر، فإذا بعض الناس يحملون رجلاً كسيحاً منذ مولده، وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل المعروف بالباب الجميل ليستعطي الداخلين. فلما رأى بطرس ويوحنا يدخلان الهيكل طلب أن يتصدقا عليه، فتفرسا فيه، ثم قال له بطرس: انظر إلينا. فنظر إليهما متوقعاً أن ينال شيئاً، فقال له بطرس: لا فضة عندي ولا ذهب، ولكني أعطيك ما عندي. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسك بيده اليمنى وأنهضه، فاشتدت قدماه وكعباه في الحال، فقام واثباً وأخذ يمشي. ودخل الهيكل معهما ماشياً قافزاً يمجد الله، وشاهده الناس كلهم يمشي ويمجد الله، فعرفوا أنه هو الشحاذ الذي كان يقعد عند الباب الجميل،
فامتلأوا حيرة وعجبا مما جرى له. أعزائي من بستان جتسماني، أريد أن أتحدث عن اسم يسوع المسيح. اخترت هذا الموقع لأنه مناسب جدا. اسم يسوع يسمع بل ينتشر في كل مكان. هذا البستان الجميل بستان مقدس لكل المسيحيين. تحت سفح جبل الزيتون بنيت هذه الكنيسة تخليدا وتكريما للرب يسوع المسيح. أنا موجود في منطقة أورشليم القدس، وبالتحديد وادي قدرون خلف أسوار المدينة المقدسة أو المدينة القديمة أورشليم القدس. وطبعاً عدة أحداث حدثت في هذا المكان. كان يأتي الرب يسوع إلى هذا المكان لكي يختلي ولكي يصلي إلى الله. كلمة جتسماني بتعني معصرة زيت أو جاتشمنيم، أو تعني الزيت المقطر. هذا المكان لأنه اكتشفوا معصرة زيت سميت على نفس الاسم، بل بالعكس كل الجبل يسمى جبل الزيتون نسبة إلى نفس الاسم، لأن هذه البلاد تشتهر بأشجار الزيتون. طبعا أشجار الزيتون له عدة فوائد. العصر الأولى كان يستخدم الزيت حتى يضيء سرج الهيكل، العصر الثانية كانوا يكلوها، والعصر الثالث كانوا يعملوا منها الصوابين أو الدهون. هذا البستان المنظم والمرتب الجميل منشوف فيه 8 أشجار زيتون بعودوا لفترة زمنية قديمة جدا. بعض الأشجار كما ترى بعود تاريخها إلى حوالي 2000 سنة، وهذه الشجرة من خلفي عمرها تقريبا 2500 سنة. نحن نعلم في هذه البلاد أن شجر الزيتون لا يموت، الجذع الخارجي يبتدئ بأنه يموت لكن يطلق غصن آخر أخضر، وتبقى شجرة الزيتون على بقاء وعلى اخضرار مدى الحياة. ولربما جاء المسيح وجلس تحت واحدة من هذه الشجيرات. هذه الكنيسة الجميلة تسمى كنيسة النزاع، لأنه كان المسيح ينازع أو يصارع في هذا المكان ويصلي إلى الله. وتسمى أيضا كنيسة الأمم، لأنه عدة أمم اشتركوا بتقديم الهدايا والتقديمات لبناء هذه الكنيسة. هذه الكنيسة بنيت، الكنيسة الأصلية بنيت في القرن الرابع في أيام البيزنطيين، هدمت في سنة 614 في أيام الفرس، ثم أعيد بناءها في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أيام الصليبيين، ثم أعيد بناءها في القرن الحديث أو القرن الماضي سنة 1920 إلى 1924. اللي بيميز هذه الكنيسة إنه المهندس بناها بطريقة إنه الإنسان لما بيدخل داخل الكنيسة بحس بخشوع ووقار في هذا المكان. كيف ولا؟ فنجد الصخرة القديمة التي صلى عليها الرب يسوع المسيح، نجد الصخرة عندما كان يصلي ويصارع أن قطرات عرقه أصبحت قطرات دم. وهنا في هذا المكان قال: يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. في هذا المكان بطرس استل السيف وضرب عبد رئيس الكهنة. في هذا المكان جاء يهوذا الإسخريوطي وسلم المسيح بقبلة. من هذا المكان جاء الحرس وأخذوا يسوع في طريق وادي قدرون إلى بيت قيافة لكي يحاكم أمام المجمع، مجمع السنهدريم، ولكي يحاكم المحكمة الدينية. كل هذه المنطقة تعبر عن قداسة وعن رهبة معينة، المنطقة التي صار عليها الرب يسوع له المجد. أريد أن أتحدث عن هذا الاسم العظيم. قبل أن أبتدئ اسمع ما قال الرسول بولس: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت،
موت الصليب، لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. عزيزي، سأواصل بعد قليل. هل اختبرت قوة هذا الاسم؟ هل اختبرت عمل هذا الاسم؟ هل اختبرت طبيعة هذا الاسم؟ وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالاً كثيراً لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي، يبشرونكم بطريق الخلاص. وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في الحال. أعزائي، أواصل حديثي من بستان جتسماني، دراستنا من سفر أعمال الرسل عن اسم يسوع. طبعا اسم يسوع اسم على مسمى. عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء قال لها: يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وسفر الأعمال، سفر أعمال الرسل، يذكر عن اسم يسوع مرارا وتكرارا، رح نعرف عنه بعد قليل. فهذا الاسم يحمل معه أكثر من الهوية الشخصية، هذا الاسم يحمل معه الجلال والسلطان، القوة والقدرة والسمعة أيضا. عندما يقول شخص يمكنك أنك تستخدم أو تستعمل اسمي، قل له فلان باسم كذا كذا أرسلني لعندك، وتصور أنه يكون وزير أو رئيس دولة أنه يقول لك استخدم اسمي، فوراء هذا الاسم في جبروت، في قوة، في عظمة، وفي تحقيق للمقاصد أنه ممكن يتم، لأنه بتحمل معه أكثر من الهوية الشخصية، بتحمل معه السلطان والقدرة. هذا السلطان لأن المسيح هو ابن الله الأزلي، هذا يسوع المسيح، ولكنه أيضاً ابن الله لأنه حصل على هذا الشيء بجدارة بعد ما أكمل عمل الفداء. أكمل عمل الفداء، قال يسوع للتلاميذ هنا في هذه المنطقة: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، سلطاني أعطيكم أن تدوسوا حياة وعقارب. سلطان المسيح أي مخول للتلاميذ أن يجروا بالتحديد أو بالضبط ما فعل يسوع شخصياً. ومع هذا السلطان استخدم التلاميذ الاسم أن يمجدوا، أن يرفعوا، أن يروا أمور عجيبة وخارقة بهذا الاسم، لأنه باسم الرب يسوع المسيح. هذا الاسم بسلطان. يسوع عندما كان على الأرض استخدم هذا السلطان في صنع المعجزات، في التعاليم، في تهدئة العواصف، في أي مكان دخل كانت الناس تحس بسلطان المسيح. وهكذا الذي يحمل اسم المسيح يتمتع بهذا السلطان القوي. إن هذا الاسم أحبائي هو فوق كل رياسة وفوق كل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل، كما قال الرسول بولس إلى أهل أفسس، أي أن هذا الاسم يستحق السجود والعبادة في هذا الدهر وفي كل مكان. شغل الكنيسة الأولى في سفر أعمال الرسل إنه اسم المسيح يتمجد في كل مكان، وكانوا حارصين إنه الناس لا تدرك أي شيء آخر سوى معرفة هذا الاسم. عندما وقف التلاميذ أمام المجمع وسألوهم بعد صنع المعجزة في هذا المكان: بأي اسم فعلتما هذا؟ طبعا كان جواب بطرس والتلاميذ: باسم يسوع المسيح. أعزائي، هذا الاسم عظيم جدا، يحمل السلطان والجلال وكل الجبروت. فنحن نعمل عدة أشياء بهذا الاسم: نكرز بمغفرة الخطايا باسمه في إنجيل لوقا صحاح 24،
حتى يؤمنوا ويحصلوا على حياة باسمه، يوحنا إصحاح 20. حتى الخدمات الصغيرة تعطي كأس مارد بارد باسم يسوع المسيح في مرقس 9. تقبل ولد باسمه في متى إصحاح 18. لكن في هذا الاسم أحبائي توجد استجابة الصلاة، نسأل باسمه في الصلاة أو بالصلاة. في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 و15 و16، في إنجيل يوحنا 15 آية 16 مكتوب: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. عندما تصلي إلى الله الآب باسم الرب يسوع المسيح وبقوة الروح القدس، لابد أن تحصل على استجابة الصلاة. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس. وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة. فأجابهم الروح الشرير: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أما أنتم فمن تكونون؟ فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. أعزائي، واصل حديثي من سفر أعمال الرسل عن اسم يسوع المسيح من بستان جتسماني في مدينة القدس أورشليم. بالعهد القديم لما كان يسأل عن الاسم كان ملاك الرب يجيب: لماذا تسأل عن اسمي؟ وفي موضع آخر: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ ما اسمه واسم ابنه إن عرفت؟ فكان معروف أنه بيتحدث بالنبوة عن الابن، عن الرب يسوع له كل المجد. لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ في إشعياء إصحاح 9 آية 6 مكتوب: يدعى اسمه عجيبا. وأيضا يقول كتاب: اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. إنه اسم عظيم جدا، اسم فريد، اسم عجيب. هذا الاسم في سفر أعمال الرسل نرى عدة أمور إنه الرسل فعلوا أو أجروا. بقوة هذا الاسم صنع بطرس الرسول معجزة شفاء ليس ببعيد عن هذا المكان في منطقة الهيكل. في سفر أعمال الرسل إصحاح 3 وبالتحديد آية 6 كان في شحاد بيستعطي، قال له بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. ففي الحال شفي هذا الإنسان. فإذن اسم يسوع المسيح يشفي من المرض. فعندما جالوا التلاميذ مبشرين بالكلمة كانوا يشفوا المرضى والضعاف باسم الرب يسوع المسيح. أيضا هذا الاسم يخلص، مثل ما قلنا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، يخلص من الخطية.
في سفر أعمال الرسل إصحاح 4 آية 12 مكتوب: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. هذا الاسم اسم يسوع المسيح. عندما تؤمن باسم ابن الله تحصل على حياة أبدية، باسمه تنال غفران الخطايا كما يقول سفر أعمال الرسل. إن اسم يسوع يخلص من الخطية، الخطية اللي شوهت ولوثت حياة ها الإنسان. فاسم يسوع يخلص، هذا هو اسم، بل هذا هو عمل يسوع المسيح، أن يغفر الخطايا باسمه وأن تحصل على الخلاص بهذا الاسم. ثم اسم يسوع المسيح أعزائي يحرر من الأرواح الشريرة. عندما كان بولس وسيلة في منطقة فيليبي، كان في جارية عليها روح عرافي كانت تصرخ وتضايق بولس. أخيراً التفت بولس إلى روح العرافة، إلى الجارية، وأمر هذا الروح: أنا آمرك باسم يسوع المسيح الناصري أن تخرج منها. فخرج بالحال. إن اسم يسوع يرعب مملكة الشر، بل يرعب الجحيم، بل يرعب كل الشياطين، بل الناس تتحرر بهذا الاسم. ألم يقل الرب يسوع المسيح له المجد: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. إنه أعظم اسم، إنه أفضل اسم، عبرانيين 1:5، إنه فوق كل اسم. هذا الاسم يحقق مقاصد الله في حياتنا. هل بتعيش حياة الضعف أو حياة الهزيمة أو حياة الفشل؟ أنا أدعوك إنك تختبر هذا الاسم. بعد المعجزة اللي حدثت في أورشليم، عندما شفى بطرس الشحاذ في الإصحاح الثالث باسم الرب يسوع المسيح، أخذوهم ليحاكموا أمام المجمع، فنرى أن الرسل دافعوا عن هذا الاسم. باسم يسوع فعلنا هذا. المجمع للأسف الشديد قاوم هذا الاسم، قالوا لا تتكلموا عن هذا الاسم. لكن شكرا للرب، الكنيسة كانت تدعو وتفتخر بهذا الاسم. إن اسم يسوع قوي، اسم على مسمى. عندما تدعو باسم يسوع المسيح تتغير حياتك، تتحرر من الظلمة ومن قوة الشيطان، وبتحصل على الحياة الأبدية. عزيزي، سأعود بعد قليل. أعزائي، لسنين عديدة معظم المسيحيين في أحد الشعنين أو أحد السعف بيحتفلوا سيراً على الأقدام من بيت فاجي من جبل الزيتون نزولاً في هذا الطريق، طريق الكنائس، من الجهة الأخرى كنيسة يسوع الباكي عندما بكى ورثة أورشليم. طبعاً هذه الكنيسة كنيسة النزاع أو كنيسة الأمم في كنيسة بستان جتسماني، وطبعاً من الجهة الأخرى الكنيسة الروسية كنيسة مريم المجدلية القبب المذهبة. نزولاً من هذا الطريق دخولاً إلى بلدة القدس القديمة حتى يحتفلوا في أحد الشعنين. فليعلم بنو إسرائيل كلهم علم اليقين أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً. فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزتهم قلوبهم، فقالوا لبطرس وسائر الرسل: ماذا يجب علينا أن نعمل أيها الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح، فتغفر خطاياكم وينعم عليكم بالروح القدس، لأن الوعد لكم ولأولادكم ولجميع البعيدين بقدر ما يدعو منهم الرب إلهنا.
عزيزي، في الختام أتحدث من جبل الزيتون عن هذا الاسم العظيم، اسم الرب يسوع المسيح. هل اختبرت قوة هذا الاسم؟ هل اختبرت عمل هذا الاسم؟ هل اختبرت طبيعة هذا الاسم؟ إنه المحبة المتجسد، إنه المخلص، إنه المحرر الأعظم، له السلطان والسيادة المطلقة الكاملة على حياة الناس. بهذا الاسم تستطيع أن تحقق مقاصد الله، لكن من خلال هذا الاسم تستطيع أن تنال غفران الخطايا، وتستطيع أن تنال الحياة الأبدية، تستطيع أن تمتلئ من قوة الروح القدس، وتستطيع أيضاً أنك تواصل بحياة النصرة والغلبة باسم الرب يسوع المسيح. لربما أنت تشاهد هذه الحلقة تشعر بفشل، وتشعر بإحباط، بل تشعر بخوف، ولربما أنت تعاني من مرض معين، مرض جسدي أو مرض نفسي، ولربما حياتك بتشعر أنه مش ناجحة، وبتشعر أنه الخطية لوثت حياتك، وبتشعر أنه الخطية هزمتك، وعايش إنسان ذليل ومهزوم. أدعوك لتختبر هذا الاسم باسم الرب يسوع المسيح. أصلي من كل قلبي إنك تحصل على هذا الشفاء، على هذه الخلاص، على الحرية بواسطة المسيح. أصلي بقوة هذا الاسم إنه الله يباركك ويبارك بيتك وحياتك أيضا، تختبر نصرة المسيح وقوة المسيح في حياتك. أدعوك إنك تفتح قلبك ليسوع المسيح، تدعوه ربا وتتوجه ملكا على حياتك، ومن هاي اللحظة تبتدي تعيش لهذا الشخص العظيم الجليل الرب يسوع المسيح، وتختبر قوة وحضور هذا الاسم في حياتك، حتى ترى إنه هذا الاسم بالفعل يعطي الحياة الأبدية ويباركك في الحياة الحاضرة أيضا. على فكرة بحب أسمع منك، يمكنك أن تتصل هاتفيا أو تكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن ملخص سفر أعمال الرسل. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534، أو من داخل مصر 012-02-66607، أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288، أو